السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات ومشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي وأهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس ليصلها الجديد، وديروا اللايكات من فضلكم وشكرا. بونسوار مي شيغ زابوني، بيانفوني سور ما شين يوتيوب، بيانفوني أ تو لي مومبر نوفو. Si vous ne l'êtes pas, cliquez, abonnez-vous, cliquez la cloche, faites des pouces bleus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire des crêpes sucrées chocolatées avec une crème chocolat et des oranges caramélisées avec une chantilly au praliné. Trop trop bon. Essayez-les, vous ne les regretterez pas. Ma recette de crêpes, c'est, je l'ai améliorée. Elle est très très belle. Elle est très très plutôt bonne. Légère. Elles sont très très légères. C'est comme ça que j'aime les crêpes, salées ou sucrées. J'ai une recette que je fais salée et sucrée en même temps. أعزائي، اليوم نديرو كريب حلو بالشوكولا، وحشيتهم بكريمة الشوكولا وببرتقال مكرمل، وحطيت وديكوريت بشانتيي بالبراليني. جاو روعة، كل عجبوهم، جربوهم ما تندموش. خاصة وصفة تاع لي كريب سهلة، اقتصادية، وفي نفس الوقت تجي خفيفة بزاف. هنا ندير 500 غرام من الطحين اي فارينة، درت ملعقة نسكافيه للذوق اكثر يعني، ودرت زوج ملاعق كبار كاكاو، رشة الملح طبعا، زوج ملاعق سكر، زوج ملاعق زبدة ذائبة. في الكريب مالحين ندير زيت، وفي الكريب حلوين نفضل ندير زبدة. وهنا ندير 4 بيضات في هذه الكمية 500 غرام، والمقادير تلقاهم في صندوق الوصف. وهنا عندي بين الحليب والماء 50 سنتيلتر 50 سنتيلتر، وبعدين نخدمهم بالميكسر ولا البرا باش يتنحاو هذوك الفقاقيع وما تجيش العجينة فيها الحبيبات هذوك. خدمتها جيدا ونتركها ساعة أو أكثر يعني تحط يعني الكريب هكا. تقدروا حتى تديروهم في الليل وتخليهم في الثلاجة، الصباح طيبوهم يعني يجيوكم هاي الليل. هما قد ما يتحطوا قد ما يجيو ملاح. ونقول لكم حاجة باش يجيكم هكا خفاف، يمكن الطحين او يختلف من واحد يبغي اكثر سوائل وواحد ما يبغيش، يجي يسمى هذا هو القيس تاعو، نصف لتر ماء ونصف لتر حليب. واذا شتوهم كي تبداو طيبوا شويه ثقال اضيفوا شويه ماء. هاي العجينه كيف تجي، يجي سائلة وتجي بعدين باش تجي خفيفة. هنا نطيبهم في مقلاة يعني مخصوصة للكريب. هالكمية يتخرج لي تقريبا 20 حبة كريب في 500 غرام طحين، وننصحكم تجربوهم لأنها وصفة لذيذة جدا وسهلة يعني، والكثير يحب الكراب. وعندي مدة وانا حابة نديرهم، وانا نحط الوصفة المالحة، حطيت الوصفة المالحة وبعدين نحط هذه، نطيبهم كامل وبعدين نوجد كريمة بالشوكولا. درت كريمة بالحليب وكاكاو والسكر بدون بيض والنشا،
يعني نقصت، ما حبيتش ندير بالبيض. اولا الاقتصاد، وثانيا يعني هذا هم يحتوي البيض. كريمة فيها الشوكولا في الاخر نضيفها. انا درت 5 ملاعق نشا، وقلت لكم على حاجة، النشا بعض الاحيان كاين اللي ديري كمية 4 بيضات، اربع ملاعق نشا يجيك مليحة. وكاين اللي النشا يجي شوي خفيف، لازم ديري 5. الكمية تبقى على حساب النشا، على حساب نوعية النشا. هنا درت 3 ملاعق سكر كرملو، وبعدين أضفت البرتقال مقطع. لما ذاب هذاك الكراميل أضفت ملعقة زبدة. هنا الكريمة بعد ما تنضج، أنا نحط لكم المقادير، نضيف ملعقة زبدة والشوكولا في الأخير. هنا هو البرتقال تاعي مكرمل لذيذ. هنا نخلي الكريمة تبرد طبعا باش نحشي بها الكريم، ما نديروهاش سخنه بزاف، ما تخليوهاش تبرد تماما، لازم تكون دافيه. وندير شويه برتقال هذاك مكرمل ونطبق. الاولين انا طبقتهم هكا، بعدين درتهم طريقه اخرى جاو احسن باش نزينهم. درت كمية كاملة، وبعدين طلعت الشانتيي فيها ذوق الفراليني، يعني كما تعرفوا الفراليني راهو يجي روعة. وزينت بيها، وزينت في قطعة من البرتقال، ورشيت شوية فستق على الشانتيي. كملت الكمية كله، حطيتهم يبردوا، وبالصحة والراحة. إن شاء الله في وصفة أخرى من وصفاتي، وهناك الكثير من الوصفات في الانتظار. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.